النائب أحمد الجبوري، أهلا بك سيد أحمد. ما له المصلحة بتعكير صفو الأجواء في الفرحاتية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام، ونعزي ذوي الضحايا المغدورين في منطقة الفرحاتية في قضاء بلد. وبالتأكيد يعني هذه الجريمة هي جريمة نكراء وجريمة غادرة استهدفت شباب أبرياء من أبناء المنطقة، يعني هم شباب بعمر الزهور وبعضهم منتسبون في القوات الأمنية. ويعني اليوم نحن وبعد زيارة القائد العام والوزراء الأمنيين ننتظر أن يكشفوا للشعب العراقي من هي الجهة التي قامت باعتقال هؤلاء الشباب وقامت بتصفيتهم بدم بارد. واليوم لا يمكن يعني أن ننسى ما ذكره ذوي المقدورين من أن القوة التي دخلت إلى المنطقة كانت قوة رسمية حكومية، وكذلك محافظ صلاح الدين أكد بشكل واضح من خلال اتصاله بنا ومن خلال تصريحه من أن القوة التي اعتقلت هؤلاء الشباب المغدورين هي قوة حكومية يعني تابعة للقوات الأمنية في تلك المنطقة. ولطالما يعني ذكرنا في لقاءات سابقة وطالبنا بأن يتم تحديد المسؤولية في القواطع. المشكلة الكبرى التي يعني يجب أن ينتبه إليها السيد القائد العام والوزراء الأمنيين أن يتم تحديد المسؤولية. عندما توجد أكثر من قطعة عسكرية، يعني عندما يكون هناك جيش وشرطة وحشد وتحصل جريمة أو يحصل خرق أمني، فلا يكون هناك تحديد للمسؤولية. لذلك يعني وجود القوات القطاعات ويعني تكون هناك تداخل بين المسؤوليات، أولا لا يحدد المسؤولية ويجعل الخروقات مستمرة. نحن يعني كنواب عن هذه المحافظات لن نقف وسيكون لنا موقف رسمي حازم. نعم، كيف يمكن ترجمة ذلك الموقف يعني سيد أحمد؟ ترجمة ذلك الموقف تحت القبة، يعني إلى متى، وهو سؤال حقيقة يطرح في حوادث مماثلة، إلى متى يتحمل المواطن تبعات يعني السلاح المنفلت دون أن يكون للبرلمان إلى جانب الحكومة وقفة؟ ما الإجراء فيما يتعلق بالبرلمان؟ يعني احنا كنواب عن هذه المحافظات المحررة، نحن الآن في اجتماع دائم وانعقاد دائم وندرس ليس فقط جريمة الفرحاتية. جريمة الفرحاتية هي نموذج للخلل الموجود في جميع المحافظات، وهناك لربما تجاوزات تحصل لكنها لا تظهر للإعلام. الجرائم يعني ليست بالضرورة أن يتم تصفية يعني شباب الفرحاتية تم اعتقالهم وتصفيتهم بدم بارد وذبهم في الطرقات. هناك يعني أشخاص كثيرين تم اختطافهم بنفس الطريقة لكننا لا نعلم عنهم شيء. ولذلك يعني دعيني سيدتي أتكلم بشكل واضح، نحن ندرس خيارات كثيرة، ندرس خيارات الانسحاب من العملية السياسية، ندرس خيارات مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لهذه المناطق. اليوم احنا يعني لا يمكن يعني ان يستقفلنا احد وان يحمل الجريمة على داعش. لا نقبل مطلقا ان يستقفلنا احد، ولذلك نقول للذين يقولون بان داعش هي التي خطفتهم، ارحموا عقولنا. ارحموا عقولنا. والقائد العام ننتظر منه ماذا سيفعل. وبالتأكيد نحن خلال الأيام المقبلة
لدينا يعني إن معكم بالتأكيد من المنتظرين سيادة النائب. لبلورة موقف رسمي حقيقي من قبل نواب المحافظات المحررة تجاه هذا الخلل الذي هو موجود في جميع المناطق. نعم، توضحت الصورة. نعم. عضو مجلس النواب النائب أحمد الجبوري، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.